للحديث عن التطورات في إيران، العراقيل الأمريكية ضد تحجيم نشاطات إيران والانتقادات الموجهة لسياسة إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بهذا الشأن، معنا من لندن الكاتب السياسي الأستاذ طاهر الأحوازي. أستاذ طاهر، بداية مرحبا بك. صحيفة تلغراف تتحدث عن معارضة واشنطن إدراج لندن الحرس الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية، يا ترى كيف أو ما الذي اعتمدت عليه واشنطن في فلسفتها هذه؟ بعد السلام لكم ولمشاهديكم الكرام، وشكر لكم للاستضافة. طبعا حقيقة هذا الموضوع يعني يرتاب منه الجميع، يعني حقيقة المواقف الأمريكية، طبعا حتى وأن نريد أن نعيد التاريخ، يعني منذ 44 عام عند إقامة هذا النظام شاهدنا كيف الحكومات الأمريكية المتتالية حقت خاصة الديمقراطيين منهم، وعلينا أن نرجع لعهد أوباما قبل بايدن الرئيس الأمريكي الحالي، كيف وقف مع النظام وأوصله عام 2015 أكثر من 15 مليار دولار، واستخدمها النظام الإيراني كلها للتوسع والإرهاب، واستمر حقيقة بتدمير المنطقة وتهديد العالم وبناء ترسانته العسكرية، إن كان في مشروع النووي أو حتى الصاروخي والميليشيات الذي أصبحت حقيقة كل فرد في هذه الميليشيات هو عبارة عن قنبلة موقوتة تقوده النظام الإيراني حول الموقف الأخير حقيقة. وهذا ما يعني يزيد من شكنا حقيقة كأولا متابعين والآخر أصحاب قضايا حقيقة، كنا من أبناء الشعوب الغير فارسية الذي شعوبنا تذبح منذ 44 عام، وخاصة الشهور الأخيرة الأخيرات أو حتى في الوطن العربي، كان في العراق الشقيق، سوريا، اليمن، لبنان، وأيضا الخلايا الإرهابية التي كشفت وقتلت هذه الميليشيا كثير من المواطنين الذي يعتبرون أنفسهم مواطنين أوروبيين، إن كان من قادة معارضة فارسية أو من حركات التحرر الكردية أو حتى الشهيد أحمد مولا في هولندا. رئيس الخارجية الأمريكي تحدث قبل أسبوعين عن موت شبه تام للاتفاق النووي مع إيران، كيف يمكن أن نفهم السياسة الأمريكية تجاه إيران وفق هذه التصريحات وهذه المواقف؟ والله حقيقة نحن نستغرب، يعني الأمريكان بالذات وخاصة الدوائر الديمقراطية، يعني هذه الشعارات الرنانة حقيقة ما هي إلا وسيلة وشماعة لي يعني توسع هذا النظام وتهديد هذا النظام للمنطقة. نحن لحد الآن سمعنا كثير من القرارات، إن كان في ضم شخصيات ومؤسسات ضمن قائمة الإرهاب أو حتى تهديدات قصف هنا وهناك، ولكن بالعمل حقيقة نرى أن هذه التصريحات تزود من طموح إيران، وقلبت أصلاً الكثير من الجهات العربية وغير العربية تقاربا للنظام الإيراني باعتباره أنه عدو للأمريكان، ولكن نحن ما نشاهده عكس هذا حقيقة، وهذا ما حقيقة نحن نستغرب ونطالب الإدارة الأمريكية ونطالب الإدارة الأمريكية مرة ثانية أن تكون مواقفها صادقة من أجل ردع هذا النظام حتى ينهي إرهابه على العالم بشكل عام. إيران أو النظام الإيراني يستخدم دائما الشبكة الإخبارية بطبيعة الحال لتشويه صورة المتظاهرين، ولكن هناك رفع للعقوبات الأمريكية على هذه الشبكة التابعة أو الشبكة الإخبارية التابعة للنظام الإيراني التي يستخدمها بشكل كبير في تشويه صورة المعارضين له وكذلك المتظاهرين في الشارع، لماذا؟ ما هذا هو يدخل في نفس المشروع، نفس المشروع حقيقة هو يعني فتح القنوات المساندة للنظام الإيراني والوسائل المساندة للنظام الإيراني. ألا ترى أن هناك تناقضا، يعني خلال المرحلة السابقة لم يكن هذا التعامل هكذا؟ صحيح، تناقض 100%. إذا كانت الولايات المتحدة أو غيرها تريد أن تساند الثورة وتساند هذه الشعوب، عليها أن تحصل على وسيلة تساند الشعوب اللي كانت في الإنترنت
أو في وسائل أخرى من أجل إيصال صوت الحقيقة، وليس مد العون للنظام الإيراني وفتح هذه القناة الذي حقيقة غيرت كل حراك الشعوب والثورة وغير الثورة من مظالم حقيقة توصل عليها أن توصل للعالم بشكلها الصحيح. ولكن مع الأسف الإدارة الأمريكية وجهات أخرى دولية دائما كانت واقفة مع النظام الإيراني، وهذا ما يشكك حقيقة في المواقف الأمريكية وخاصة إدارة الديمقراطيين اتجاه النظام الإيراني الأظهر. كيف راقبت الهزة التي حصلت أو الانفجارات التي حصلت في منطقة كرج الواقعة غرب طهران؟ حقيقة خطوات طبعا لحد الآن ليس هناك جهة رسمية أعلنت، ولكن حقيقة هذه نقول أنها إذا كانت الإدارة الأمريكية حاليا تقف مع هذا العمل، حقيقة أنا لا أعرف ولا يعني لحد الآن أي جهة رسمية لا تعلن عن عمل هذا اللي قام به، وهي بالمراكز العسكرية للحرس الإرهابي، حقيقة تعتبر خطوة إيجابية لردح هذا النظام. ونتمنى العالم حقيقة النظام الإيراني أصبح خارج نطاق الوقوف أمام أي عمل إرهابي، على العالم أن يواجه النظام الإيراني بقوة من أجل ردعه. إذا لم تكن هذه القوة موجودة النظام سيبتلع العالم. اسمعوها أيها المشاهدين، النظام الإيراني يفكر بإعادة إمبراطورية فارس يعني والمنطقة خاصة إلى قبل 1400 عام، حتى تصبح المنطقة العربية والعالم الإسلامي تحت كنف هذا النظام. هل تعتقد أو إلى أي مدى تعتقد أن إيران ستنجح في طموحاتها النووية وحتى يصل تخصيب اليورانيوم المنظم إلى نسبة نحو 90% بدلا من 84%؟ هل ممكن أن تنجح إيران في ذلك؟ إذا استمر هذا التراخي وهذا يعني اللعب، أنا أعتبره أعطي عنوان إيران مع إدارات بعض الإدارات الغربية، وخاصة مع الأسف ما نشوفه من هزات للإدارة الأمريكية، أتصور النظام الإيراني الآن لديه كل القوة، وخاصة نحن شاهدنا التهديدات الإيرانية الأخيرة اتجاه إن كان أمن المنطقة بالخليج العربي أو حتى التحدي للآن. الأخبار وصلتنا أن النظام الإيراني أرسل دبابات لروسيا وأرسل معدات أخرى، وهذا كله تحدي ودليل واضح أن النظام الإيراني أصبح خطر على العالم كله وعلى الإدارة الأمريكية. المسؤولية تقع رسمية لمواجهة هذا النظام، وإلا إيران ستصبح نووية إذا لم تكن الآن في أقرب وقت ستكون دولة نووية، وستكون مواجهتها أكثر صعوبة وأكثر حدة. من لندن الكاتب السياسي الأستاذ طاهر الأحوازي، شكرا جزيلا لك.